النبتة شو هي؟ هاي قهوة استوردناها من البرازيل من شي 7 شهور وحبينا نهديك إياها. بتشكرك، شجرة ظريفة. شهرزاد خانوم، سكاي تاورز مشروع كبير وبدنا حصة فيه. بتعرفي نحن قادرين نأمن كل شي. الإكساء الداخلي والفرش مو نحن مسؤولين عنه، مديرة الفندق هي المهتمة بهالموضوع. قرار سليم؟ ايه؟ والإنشاء؟ نحن حكينا بهالموضوع، ما كان في داعي تعذب حالك. الشركات اللي حنشتغل معها بهالمشروع معروفة وما بعتقد انه نغيرها بنوب. شو رأيك ب5%؟ ما فهمت. يعني عمولة. ما فهمت عمولة شو؟ سكاي تاورز رح يحتاج خشب ورخام وأقل من 15 مليون دولار حسب توقعاتي، ونسبتك مو قليلة. بتغيري اسم الشركة المتعاقدة وبتاخدي منها فوراً مبلغ 750,000 دولار. كأنك جاي تقدم لي رشوة بمكتبي؟ استغفر الله، نحن منسمي هاي الشغلة كوميسيون. بس أنا بسميها رشوة. تفضل سيد حسين، لقاءنا انتهى. ست شهرزاد، شغل البلد كله ماشي بهاي الطريقة اليوم، وأنا ما بتناسبني هالطريقة تبعكم. ما فيك تغيري عادات السوق وانت بتعرفي هاد الشي. بجوز، بس أنا ما رح أتعامل هيك. ماشي، بس يمكن تندمي بعدين. بنصحك تفكري منيح. مع السلامة.